إلى التوصيات التي جاء بها مجلس حقوق الإنسان بجنيف منذ يومين تقريبا. كان هنا المفوض الأوروبي للعدالة في الزيارة لسعيد، وفي بعد لقائه سعيد قال إن كاتحاد أوروبي نؤمن بإرادة التونسيين في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية، وأن هذا سيبقى خيارا لا رجوع فيه لحماية أي مكاسب ديمقراطية من الضروري تعزيز سيادة القانون، فصل بين السلطات، واستقلال العدالة. نعم، كانت مفوضية الاتحاد الأوروبي ولا زالت تؤمن أن الرجوع إلى الشرعية هو أحد أسس الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار الأمني في تونس. ودعني أقول لك أن ليست المرة الأولى التي تعبر فيها المفوضية الأوروبية عن خشيتها من أن تتطور الأوضاع أكثر فأكثر نحو الأسوأ في تونس، وربما ستؤدي بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه. نعم، أريد أن أشير إلى نقطة هامة أشارها ضيفك الكريم، وهي أن تونس تصدرت مجلس حقوق الإنسان، ولأول مرة تصدرت كل الملفات، وللأسف استمعنا إلى غالبية من الدول حتى الإفريقية، وأقول الدول الإفريقية ليس لها تقاليد، كلها تقاليد ديمقراطية، لكنها كلها أشارت إلى ما يجري في تونس من تعسف على مؤسسات الدولة وهي سابقة أولى، والتعسف على حقوق الإنسان. بالتالي العشرية السوداء التي سماها البعض الإعلام التونسي، ربما أقول هذه الكلمة بين قوسين، هي كانت ربما أفضل السنوات في تاريخ تونس، أفضل السنوات على مستوى الحريات، على مستوى حقوق الإنسان، على مستوى حرية التعبير، على مستوى حرية الإعلام، على مستوى الثقافة. لكن للأسف الذين قالوا هذه الكلام أعمتهم أنوار ونور الديمقراطية، أقول يعني أعمتهم نور، لم يستطيعوا مشاهدة نور الديمقراطية والحريات، فأصبحوا يقولون أن عشرية سوداء. بالتالي أقول أن تونس مطالبة بعد مجلس حقوق الإنسان أن تراجع سياساتها والرجوع إلى الشرعية الدستورية التي تعني هي جزء من حقوق الإنسان. نعم، لكن في كلمة الموفد الأوروبي للعدالة دكتور برجاوي يقول إن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب، وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ويهتم باحتياجاته، ويؤكد من جديد استعداده لتقديم الدعم لتحقيق ما أسماه بالعودة الناجحة إلى الحياة الديمقراطية. أنا نسأل بوضوح، يعني عندما تحدث عن الاتحاد الأوروبي الدولتان المؤثرتان فعلا فرنسا وألمانيا، ما هي حدود هذه العودة للديمقراطية، مكوناتها؟ يعني في صيغة العموم الحياة الديمقراطية غير واضحة، ماذا يريد الاتحاد الأوروبي بالذات؟ هل يقصد بالذات عودة أكبر مكون وحزب حركة النهضة أم لا؟ أعتقد أنه طبعا الموقف الأوروبي وبقيادة فرنسا وألمانيا أعتقد أنه واضح، وهو الرجوع إلى الشرعية الدستورية، لكن يراقبان الساحة وتطوراتها. وأعتقد أن فرنسا وهي الأقرب إلى تونس جغرافيا وتاريخيا إذا صح القول، يهمها ما يجري في تونس، ونحن وتونس تحتضن هذه الأيام كما تعلمون 2021 نوفمبر، أيوه 2021 نوفمبر القمة الفرنكوفونية. لكن أقول أن فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بمراقبتهما للساحة التونسية هم ينتظران بديل لما يقع في تونس الآن. يعني كل الأوساط لو لاحظتم سيدي الكريم والمراقبين للساحة مثلكم في الداخل وفي الخارج السؤال المطروح وأكثر سؤال إلحاحا، وهو أين البديل لقيس سعيد؟ أين البديل لسياسة قيس سعيد؟ حتى ولو بقى قيس سعيد مثلا، أين البديل؟
فبالتالي وكأنهم يقولون للمعارضين للانقلاب، يقولون بالحرف الواحد مدونا بخارطة الطريق حتى نعرف أنكم جادون في معارضتكم لقيس سعيد. وبين قوسين حركة جبهة الخلاص تحركت خلال الفترة الأخيرة تحركا إيجابيا، نعم، وأشعرت الشعب التونسي بأنها جاهزة للبديل. وهناك من أعضائها من حضروا جلسة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، وبعضهم كانت له لقاءات مع الجالية التونسية. وأعتقد أن هناك أقول خطوات هامة في الاتجاه الصحيح. ربما السؤال الذي طرحه البعض فقط مقابل جبهة الخلاص، هناك غياب للمنظمة الوطنية الشغيلة وهو اتحاد الشغل الذي ما زال للأسف في سباته العميق. وربما لو تحرك وانسجم اتحاد الشغل مع مطالب الشعب التونسي واحتجاجات من أجل غلاء المعيشة لكانت تونس خرجت من هذه الأزمة. ربما المعطى القوي أيضا، نحن لا نحتقر هذه المنظمة الوطنية التي لها تاريخها ونضالاتها، نعم، لكن الشعب التونسي يطرح هذا السؤال، أين اتحاد الشغل في هذه الأزمة؟ نعم.